ليس على صاحب العين الزرقاء والشعر الأشقر أن يشقى، فهو لا يشبه العراقيين ولا الأفغان ولا من سوريا أو إفريقيا. بهذه المصطلحات والتعابير يتعاطى الإعلام الغربي مع أزمة اللجوء الناجمة عن الحرب في أوكرانيا. But this isn't a place, with all due respect, you know, like Iraq or Afghanistan that has seen conflict raging for decades. You know, this is a relatively civilized, relatively European. I have to choose those words carefully too. يبدو أن حملة راية العنصرية الجدد غير حديث عهد بحضارة بلاد الرافدين على امتداد الأزمان. ففي أرض الرافدين كان مهد الحضارة، وفيها كان ابتكار الكتابة والزراعة. فيها ابتكر مفهوم الوقت والهندسة والحساب وتدوين التاريخ، وفيها أسست المدارس وشرعت القوانين. إنها الحرب تكشف عن حقائق ووجوه لم تكن لتراها من قبل. صحفيون وسياسيون وشخصيات غربية تميط اللثام عن عنصرية مقيتة إثر أزمة نزوح الأوكرانيين من بلادهم فرارا من رحى الحرب الدائرة هناك. Refugees from Syria, these are refugees from neighboring Ukraine. I mean, that, quite frankly, is part of it. These are Christians, they're whites, they're... التمييز العنصري لم يقتصر على العرب فحسب، بل طال طلابا أفارقة محاصرين في أوكرانيا أثناء محاولتهم الفرار من مناطق القصف الروسي على أوكرانيا. ولم يشفع للعرب والأفارقة وما يعرف بدول العالم الثالث وفق تصنيفات الغرب تعاطفهم مع أوكرانيا ووقوفهم بالضد من الغزو الروسي لها. When you invade a sovereign nation, that is a war crime against every principle of international law and international order. بوضوح شديد قالتها كونداليزا رايس مستشارة الأمن القومي لبوش الصغير إبان غزو العراق عام 2003، مما أظهر عنصرية واضحة من الغرب تجاه بلدان المنطقة.